وهي صحيفة نو زيورخ زاويتنج، دي صحيفة سويسرية وبتتكلم مع المدير الفني بشكل مختلف شوية وفي بعض الامور المهمه. خليني اقولها لحضراتكم تحديدا، هم كاتبين الخبر او كاتبين الحوار بعنوان ايه؟ كيف يكون مدرب كره القدم السويسري ريني فايلر اهم ناد في افريقيا مع الاهلي؟ والمقدمه بتاعتهم ايه؟ ان النادي الاهلي ده اكتر نادي ليه جماهيريه في مصر وعنده بتاع حوالي 25 مليون مشجع، ودي احصائيه طبعا خاطئه. يعني مصر فيها 100 وايه 110 مليون نسمه مثلا دلوقتي، او اقل شويه او اكتر شويه، فبالتالي لا مش 25 خالص، يعني هم قاسوها غلط، لكن مش مهم، اكتر طبعا من 25 بكتير يعني. فبالتالي عندهم كمان قناه تلفزيونيه اللي هي قناه النادي الاهلي، وليها حوالي 10 ملايين متابع على تويتر وانستجرام، وبيزور موقع النادي كل يوم حوالي 23 مليون شخص في اليوم الواحد. فهنا يعني بيشيروا لمدى اهميه وشعبيه النادي الاهلي، وهي شعبيه واهميه معروفه جدا لدى الجميع يعني. لكن في البدايه كلموا أستر فايلر وقالوا له انطباعاتك بشان الحياه في القاهره واختلاف الثقافات بين مصر وسويسرا. قال في الحقيقه القاهره يعني محافظه جميله او مدينه جميله، الاحوال مزدحمه جدا. وقال احنا بنروح مشوار مثلا انا والمساعد بتاعي توماس بينجلي، وبنبص لبعض كده لان ممكن مشوار حوالي 12 كيلو وناخده في ساعه وشويه يعني. فالدنيا زحمه شويه في القاهره. وكمان هو قصده المشوار ده يعني فيما يتعلق من الاوتيل للتدريب مثلا، الاوتيل اللي هم مقيمين فيه لمقر النادي الاهلي بالجزيره. قال كمان ان الناس في مصر ليهم ثقافه معينه، يعني قال انا معروف جدا في مصر، الناس بتناديني كل شويه يا مستر فايلر عايز اتصور معاك، بيلتقطوا صور كتير. اتكلم على كمان الجانب العاطفي للشعب المصري والجماهير الاهلويه، ان البعض منهم بيجيب له هدايا، اخر هديه جات له كانت بلح بالشوكولاته. وكمان في مشجعي النادي لما عرف ان فايلر عنده ابناء راح جاب لهم لعب وادها لمستر فايلر كهديه ليهم يعني، فقال ان ده حاجه هو عمره ما شافها قبل كده في اي حته ومبسوط بيها جدا، في او بخصوص التواصل ودعم جمهور النادي الاهلي ليه. اتكلم كمان على انه الموضوع وصل لدرجه ان احنا لما بنسافر بره مصر، ده كلام مستر فايلر، فانا ممكن اكون بنام شويه كده على كرسي الطياره الاقي الكابتن بتاع الطياره او مساعد الكابتن تحديدا يعني جاي بيقول لي انا عايز اخد صوره معاك. فقال هنا الفرق في الثقافه ما بين الجماهير المصريه واوروبا. اوروبا انا كنت برضو موجود في فريق كبير وكلام من ده، بس الموضوع ما كانش للدرجه دي. هنا الشغف عند الجماهير كره القدم وحبهم للنادي الاهلي هو اللي بيديهم دافع دايما ان هم يتواصلوا مع المدربين الفني، مدربي النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي، والتقاط الصور التذكاريه باستمرار معهم. تطرق بقى ليه التجربة مع النادي الأهلي، قال التجربة هنا رائعة ومثيرة بشكل لا يصدق، والنادي ده سيجعلني مدربا أفضل وأكثر اكتمالا. وقال عندما تعيش وتعمل في أفريقيا تحصل على رؤية جديدة في الحياة، وهدفه هو إعادة الأهلي إلى قرص الشمس من جديد ليرضي جماهيره. قال إن هو بيشعر في الأهلي بإرهاق كبير جدا عن أي نادي هو دربه قبل كده، لأن هو بيمرن حوالي 30 لاعب في القائمة، فالموضوع ده شاق شويه تعبني بشكل كبير، وان هو بيحاول يوصل فكره بشكل او باخر بالنسبه للاعبين، لكن في الاخر اللاعبين بينجحوا في الحقيقه في تنفيذ فكر مستر فايلر على مدار الفتره اللي فاتت، وده اللي احنا شفناه وتابعناه من خلال ارقام الفريق مع الراجل يعني. اتكلم كمان عن سياسته مع اللاعبين، قال مهتم اطلاقا بشان راتب كل لاعب، كل لاعب بياخد كام وكلام من ده، انا ده ما بيهمنيش، ده كان مستر فايلر. لكن في نفس الوقت اللي بيهمني ايه؟ الاداء في الملعب والنتائج. وفي الحقيقه ده امر مهم يعني، احنا عندنا في مصر هنا ساعات البعض يقول لك هو اللاعب ده كده بياخد كام؟ طب العقد الجديد كده هياخد كام؟ وتلاقي بقى استنتاجات كبيره جدا من الصحافه وكلام من ده، ده امر ما يخصناش. احنا مثلا كجماهير او حتى المدير الفني هو للفريق نفسه بيقول لك انا ما يهمنيش اللاعب بياخد كام؟ الراتب بتاعه كبير صغير ده مش مشكلتي، انا مشكلتي الفنيات في الملعب، تطوره عامل ايه، اضافته للفريق هتكون عباره عن ايه، النتائج اللي انا مستنيها انا والجمهور هتبقى ايه. فايضا ده امر في الحقيقه مميز جدا ومهم من خلال كلمات مستر ريني فايلر. اتكلم بقى عن الدوري المصري بشكل عام والمدربين في مصر. قال ان في كم كبير جدا من المدربين في مصر بيتغيروا، بيقول لك لحد دلوقتي تقريبا حوالي 12 او 13 مدرب اتغيروا في الدوري المصري ده. ليه بقى؟ من وجهه نظره بيقول لان الكل بيطالب المدربين لازم ان هو يكسب،
مفيش اي حل تاني خالص غير الخساره كده، سواء بقى انديه ليها جماهير او ملهاش جماهير. وبرده يعني الكوره طبيعي جدا، الكوره مكسب وخساره طبيعي، هتلاقي فرق بتكسب وفرق بتخسر وكلام من ده. في فرق هيبقى عندها استمراريه في المكسب، دي اللي مجهزه نفسها شويه كويس، ودي اللي هي كمان مدعمه صفوف فريقها بشكل مميز وكلام من ده. لكن الفرق الاخرى الموضوع فرق مكسب يعني، لكن في نفس الوقت اقاله المدربين بشكل مستمر ده بيأثر بشكل كبير جدا على الفرق اللي بتقيل مدربيها وعلى الدوري المصري ومتعته واثارته بشكل عام. يعني كلام مهم جدا في الحقيقه من مستر رينيه فايلر، وكانوا هنا كمان بينوهوا ان مستر فايلر كان بيفكر في الاعتزال مبكرا التدريب بعد رحلته مع اندرلخت، وحس ان هو ما فيش اي حد فاهمه او ما فيش نادي معين فاهمه، شايف ان هو عنده قدرات تدريبيه كبيره جدا يقدر يقود اكبر فريق في اوروبا، لكن هو وجد ضالته مع النادي الاهلي بعد العرض اللي جاله من النادي الاهلي ووافق عليه، والراجل اشتغل وماشي بشكل مميز جدا، واكيد تجربه هتكون اضافه ليه بشكل كبير. تطرق بقى في النهايه لموضوع كورونا، وقال ان هو قاعد في فندق بيقيم فيه يعني فندق 90% منه فارغ، ما فيش حد خالص يعني 10% بس اللي فيه ناس يعني. وقال بقابل عدد كبير جدا من رجال الاعمال الاجانب اللي مش عارفين يرجعوا بلادهم، ومحدش عارف ايه اللي هيحصل بخصوص البطولات في المستقبل القريب. وقال نتمنى نعدي الفتره دي باذن الله على خير، والامور تعود لطبيعتها بالنسبه للبطولات والرياضه العالميه كمان بشكل عام. دي كانت تصريحات مستر فايلر في احدى الصحف السويسريه بالتحديد امبارح، يعني فتره زمنيه قليله، والفتره الحاليه دلوقتي في الحقيقه تحديدا فرصة للاستغلال أو للتواصل مع أكبر كم ممكن من النجوم سواء في النادي الأهلي أو غير النادي الأهلي، يعني ده اللي بيحصل. فبالتالي مستر فايلر تواصل مع عدد من الصحفيين من سويسرا تحديدا. طيب دي كانت